بذاتك يا ذا العلا والجلال، ومن قد حمي بسمي الخصال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك السؤال، وآي الشفاء وكتاب الشفاء، وما عد فيه له من خصال، تكرم علينا ببرء استقام وليل الذي نرتجي في المآل، وكن حصننا من جميع الهموم، فيا خير كاف ويا خير وال، وفرج كروبا لقد أثقلت لنا الظهر يا من إليه السؤال، فيا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال، إليك بسطنا كف الرجاء، فرحمك يا أرحم الراحمين، فما خاب عبد إليك التجاه، وسيلته سيد المرسلين.